ليها شركة غير معينة، غير شركة، غير شركة معينة، غير عراقي. وصلت هاي المرحلة وبعدك تقول لا أكو أمل إنه العراقي يستفيد مني، ميسان تستفيد مني، بعد عندك أمل؟ والله إذا جتني شركة أنا أطلب تكاراتي. آه والله يعني معناها واصل مرحلة اليأس من من الجماعة. يعني ما بيها، يعني أنت تسل يقول دائرة المخترعين أيه؟ تقدم براءة اختراع أيه؟ لازم تقدم معاملة و... وتبقى سنة ونص. أشكر سنتين. أشكر الأستاذ الفاضل حسين الشمرتي من مدينة النجف الأشرف، زين، اللي هو أعطاني طلب صداقة عن طريق الفيسبوك يعني أيه؟ وشرح لي الوضعية لأن شاف أنا ابتكاراتي هاي أيه؟ وقال لي راح أودي لك PDF كتاب، زين، شوف الطريقة اللي راح تودي ابتكارك بها أو اختراعك بها.